السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في ألف خير. طبعا احنا عملنا مع بعض الكيكة، وزي ما انتوا شفتوا اهيت عاملة ازاي. احنا بنحبها كده، ولادي بيحبوها كده، سبحان الله. بقى التسوية دي حسب راحتك انتي. حبايب قلبي بحبكم في الله، حابه النهارده اشارك معاكم غسيل كل ما يخص الكيكه اللي انا عملتها ام لونين. تعالوا بقى كده نغسل المواعين ونقول يا هادي يا رب، ويبقى روتيننا النهارده عليها وشغلنا عليها ومحتوانا عليه. قومي كده حبيبه قلبي فرفشي واعملي لهم الكيكه دي، هتلاقيها عندي في القناه. وقومي كده ايه، امسكي الحاجه دي كده على الحوض، وربنا يعينك ويكرمك. ويلا كده فرفشي ودلعي اولادك، وقومي كده اعملوا لهم حاجه كده من ايدك الحلو. منوريني ومشرفيني ومكتريني وبحبكم في الله، ويا رب ان شاء الله لما تعملوها تعجبكم. يلا بينا يا حبايب قلبي، بحبكم كتير كتير حبيب كتير. قلبي، كيكة أم لونين كانت حلوة ولا إيه رأيكم؟ صح؟ جربوها بقى وقولوا لي في الكومنتات. يلا بينا بقى نغسل حاجتنا كده مع بعض، نسمي بالله. ودي حاجات الايه، الكيكة أم لونين. جينا النهاردة معاكم، يا رب يعجبكم. قومي كده نشطي نفسك وشغلي فرن لولادي. اسمعي الكلام، اسمعي الكلام. شايفين صابوني اهو، عشان ما تقوليش حاسه بتجيب حاجه من بره. شايفين صابوني؟ بصوا في القناه عامله صابون وبرسيل جل، وعامله لكم كل حاجه. طبعا تقومي كده تعملي حاجات حلوه لولادك. احلى حاجه في الدنيا ان انت تعملي الحاجه بايدك، احلى حاجه يا روح قلبي. تمام. دول يا جماعه لما انا كنت بعمل معاكم كيكه ام لونين، قولي لي بقى رايكم ايه بالله عليك. يهمني اعرف، اعرف ولا ما اعرفش؟ يهمني اعرف. ما لحقتش اتهنى بيها، اتكسرت. بس ان شاء الله ربنا يفرجها ونجيب واحده تانية. دي اللي بشرت فيها الليمون، كانت بشر ليمونه. تمام. مش هطول بقى عشان خاطر ايه، مش يبلغوا مني. بنقول علينا في الفلاحين كده. حبيبة قلبي منوراني، تحياتي لكل الوطن العربي، الناس الحلوة اللي بتنفعني في الله، الناس اللي بحبها. روحوا ربنا يرزقكم ويكبر بخاطركم ويرضيكم ويسترها معاكم ويسهل امركم ويبعد عنكم كل وحش يا رب. احبكم في الله، ويجعل قناتي قناة صدقة جارية عليا بعد ما مات يا رب. يا رب بحق حبيبك محمد، طلبتها والنبي يا رب انولها، يبقى صدقة جارية عليا. وكل اللي يدخل القناة يدعي لي دعوة يا رب، كل اللي يدخل القناة يا رب يدعي لي احلى دعوة. والنبي يا رب توعدت بعد ما ماتي اللي يدعي لي. طبعا بنعمل كده ليه؟ عشان المية تنزل على هنا يا حبيبي. يا رب يا رب يسترها معاكم ويشفي لكم ولادكم وينجحوا لكم ويخليكم يا رب، ويسترها معاكم دنيا ودين، ويبارك لكم في الدنيا ان شاء الله، ويجعلها لكم ان شاء الله يا رب كده دنيا حلوه مش دنيا وحشه، ويسترنا فوق الارض وتحت الارض يا رب. اللهم امين يا رب. احبكم في الله، يا رب ما نحرم منكم ولا من طلتكم. بحبكم كتير كتير كتير، الناس الحلوه، الناس اللي متابعاني، حبايب قلبي في الله. اسم اسم، انا بحبكم اللي دايما حاضرين معايا في كل مكان، على الكومنتات والفيديوهات، حتى في البث معايا منوريني. بحبكم وربنا يسعدكم يا رب. شايفين؟ قومي كده يا حبيبه قلبي، حطي نفسك واعملي لاولادك الكيكه دي، هتعجبك قوي. هي الكيكه سهله خالص، بس هي افتكاسات بس من قلب المطبخ. وطبعا ست البيت اللي بتسمعني اكيد احسن مني. ان شاء الله يا حبيبتي تكوني استفدتي من الفيديو بتاعي، واللي استفاد بس حبايب قلبي يعمل لي لايك ويعمل لي شير عشان الكل التاني يستفيد، وان شاء الله ربنا يرزقنا من عنده يا رب. اللهم امين يا رب. يكفوني شرفا ان انتوا بتصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، بتردوا تحية الإسلام. يكفيني شرفا الكلمتين دول،
واللي بيستر العباد مين؟ ربنا. واللي بيرزق مين؟ ربنا. قومي يا روح قلبي كده، نشطي نفسك، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تقومي كده تخفي نفسك خالص وتعملي احلى حاجه ان شاء الله يعني، وهتعملي احسن مني. اللي جربها بقى يقول لي في الكومنتات يا حبايبي، نوريني. قومي كده، عارفه ان الجو برد، والله انا عارفه، بس الكسل هيجيب كسل. بالعكس انت عارفه لما تقومي دلوقتي هتدفي نفسك، انت دلوقتي لما تقومي هتدفي نفسك. شايفين ان انا قلت عليه الصابون بينزل هنا بيغسل الحاجه نفسها، ما خدوش مننا حاجه، بس انا عايزاكم كده تشطروا نفسكم وتبقوا احسن مني، تبقوا احسن مني، تبقوا عارفين مصالحكم محدش يقول لكم عليه. قوموا كده شطروا نفسيكم، احنا عاملين الفيديو لان الناس تستفيد، فيدي واستفيدي. بحبكم كتير كتير الناس اللي متابعاني، يا رب تكونوا بخير يا حبايب. وحشتوني وحشتوني والله، احنا لكم ايام في فرح وسعاده، احفظنا يا رب من اللي احنا فيه دلوقتي، واجعلها لنا خير ان شاء الله، يا رب يجعلها لنا خير ان شاء الله. شايفين ست البيت شطورة. تعالوا بقى نعمل الحركة بتاعت الايه، الحوض اللي هي المعتادة بتاعتي دي، لازم اعملها. هو مستلك وكل حاجة بس بيبقى فيه بواقي اكل، لازم يبقى جنب الكيس زي ما انا بقول لكم في كل فيديو. انتوا شاطرين، مش محتاج حد يقول لكم رتبوا بيتكم يعني. تعالوا بقى نغسل حوضنا كده وننضفه، هو نضيف وكل حاجة، بس النظافة ايه واجبة معانا يا حبايب قلبي. خدوا حاجة، بس احلى حاجة ان انا كنت معاكم، الوقت مع الحبايب بيروح بسرعة، وانتوا الحبايب. احنا شطفنا حوضنا اهو، يلا كده معايا مع بعض. قومي يا قلبي شطري نفسك عشان تشوفي بيتك عايز ايه. يلا بينا يا حبايب قلبي، كده ايه روتيننا خلص، بغسلنا حاجتنا، حاجات الكيكه ام لونين، يا رب تعجبكم ان شاء الله. وده كان روتيني تحفيزي كده، تقومي كل اللي في المطبخ تقومي تشوفيه تعمليه فيه ايه، وتدخلي الحوض وتجرئي نفسك. انا عارفه ان الميه نازله تلج، ان شاء الله باذن رب العالمين تعمليه يا حبيبه قلبي وتستفيدي معي. ولو استفادي وعجبك الفيديو اعملي لايك، ولو اول مره تشتركي في قناتي يا ريت تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يصلك كل جديد. بحبكم في الله يا حبايب قلبي. تمام، انا بقى مش هنزل العدد تحتي زي ما انا قلت لكم، انا بحب ان انا ايه بعد ما بخلص كده اجيب البخاخ. بصوا ده ليمون يا جماعه، والليمون حلو قوي وريحته مش عايزه اقول لكم، في كل فيديو انا بعمل كده، ولا حتى من غير الفيديو والله بعمل كده. حبايب قلبي الليمون حلو قوي الايام دي، مطهر ومعقب وحلو قوي، نورتوني. بحبكم كتير كتير، ويا رب كده ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. بحبكم في الله، اختكم حسناء بحبكم، احلى ناس في الدنيا بحبكم، وتحياتي لكل الوطن العربي مسلم ومسيحي. ما تنسونيش بالدعوه، وليكم مثل ما دعيتوا. اترككم في رعايه الله وامنه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في رعاية الله يا أحلى الناس، مع السلامة.